بدأت ألتقي الشيخ صباح الأحمد حين كان نائب رئيس وزراء وزير خارجية، وحين أصبح رئيس وزراء ومن ثم أصبح أمير، تعلمت منه الكثير. معلم بجميع المجالات، وين حكي عن لقاءاتي معه ونقاشاتي معه، لكن آخر لقاء أو لا بأواخر اللقاءات ب2018 إذا ماني غلطان، 2019، فتحت نقاش معاه حول الوضع بالكويت وما يحصل من السياسيين، وخصوصا مجلس الأمة، وكان نقاش عن أكثر من نائب ومن ضمنهم رئيس مجلس الأمة، وكنت عصبي حاد بكلامي، مثل ما قال الأخ علي أنت حاد بكلامك الله يرحمه. فالتفت علي قال لي بكل هدوء: برد دمك. فأنا يعني نقاش ومعلومات وصار كذي وبيصير كذي، هو يقول لي برد دمك. ف انصدمت وركزت بسمع منه شنو ردت فعله. فقال لي بالحرف الواحد: لا تستعجل ولا تحكم وانت دمك ثاير، خل دمك يهدى ويبرد عشان تعرف تحكي وتاخذ قراراتك.